بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، طبعا وصلنا إلى نقطة أساسية في حديثنا عن فقه العلم، وهي أن طلب العلم شو؟ فرض. المرة الماضية تكلمنا أنه طلب العلم شو؟ فرض، وتناقشنا أنه شو هو العلم اللي يفترض على الإنسان أن يطلبه. العلم مش شغلة واحدة، العلم بحر لا نهاية له. وذكرت لكم أن من العلم ما هو فرض عين، ومن العلم ما هو شو؟ فرض كفاية. هي النقطة اللي راح نتكلم فيها، فروض العين وفروض الكفاية. هسا السلسلة صار بدها تركيز أكثر، صارت ممتعة أكثر يعني، فمركزين اليوم حتى نتكلم عن فروض العين. شو؟ ولا نعطل اليوم؟ ما بدناش نعطل، أحسنت. طلب العلم من المهد إلى اللحد. فاليوم حديثنا عن فروض العين. أول شيء، حديثي سيكون في نقاط 10 كما اعتدنا. أنا أقسم الدرس إلى نقاط حتى يسهل فهمها واستيعابها يعني. يا شباب، ما اتفقنا إحنا تصيروا قريبين حتى تمدونا بالمدد، بالطاقة، بالعلم، مش السؤال وتمدونا بالتشويش. أول فكرة، قال من أهم الأفكار الموجهة لحياة الإنسان المسلم هي فهم فكرة فروض العين وفروض الكفاية. يعني هي فكرة أساسية بحياة الإنسان المسلم، إذا فهمها بشكل جيد يستطيع أن يسير في حياته بشكل ممتاز. يعرف ماذا يتعلم، ماذا لا يتعلم، ماذا يأخذ، ماذا يترك، كيف يتصرف، متى يتكلم، متى لا يتكلم، لما يفهم هذه الفكرة. ولما ما يفهم هذه الفكرة تصير الأمور ملخبطة عنده، يضيع مع الضائعين. ونحن إذا استقرأنا نصوص الشريعة ومقاصدها سنجد أن الإنسان والفروض، يعني الإنسان فرض عليه فروض تقسم إلى، قال فروض عينية يطالب بها المسلمون كأفراد. فروض عينية يطالب بها المسلمون كأفراد تسمى شو؟ فرض عين، أو عبر عنها بعض الأصوليين بالفروض الشخصية. شو هي فروض العين؟ الفروض الشخصية. والنوع الثاني قال فروض يطالب بها المسلمون كأمة، كمجتمع، تسمى ماذا؟ فرض كفاية، أو سماها بعض الأصوليين بشو؟ الفروض الاجتماعية. إذن عندنا فروض يطالب بها المسلم بشكل مفرد، أبو عدنان يطالب بها بشكل مفرد، حج أبو فادي بشكل مفرد، أبو كمال بشكل مفرد، الأخ بشكل مفرد، والله أبو محمد بشكل مفرد، أنا بشكل مفرد، كل واحد منا يتوجه له الخطاب بشكل مفرد. هذا شو يسمى؟ فرض عين. سجاين على الإلزام وما ألزام، ما بدنا نتجاوز الأفكار، لأنه حتى فرض الكفاية ملزم. فإذا أفراد شو سميناها؟ الفروض شو؟ الشخصية. النوع الثاني فروض يطالب بها المسلمون كأمة، يعني يمكن إحنا اليوم هون ككل الحاضرين نطالب بها بشكل جماعي. ماذا سميت؟ الفروض الاجتماعية أو فرض الكفاية. مفهومة لحد هون هاي الفكرة؟ إذن الفروض الشخصية تسمى شو؟ فروض عين. والفروض الاجتماعية أو الجماعية شو تسمى؟ فروض كفاية. من هالمعنى هذا أنتم برأيكم أنو أصعب؟ لا، الكفاية. العين يستطيع الإنسان أن يقوم بها بمفرده، لكن فروض الكفاية تحتاج جهود عظيمة، لذلك الله عز وجل فرضها على الأمة كأمة. مهسع أقول لك أنت، هاي كلمة إذا قام بها شخص اسم جنس، يعني شخص قد يكون كلمة شخص معناها 1000 واحد قاموا بها، عرفت شلون؟ يعني إذا قام بها جمع، راح أضرب أمثلة بس استنوا شوي. إذن بمقدار ما نفهم هذه الفكرة ونطبقها نرتقي كأمة. بمعنى آخر، بتعرفوا إحنا السبب أساسي من أسباب تخلفنا كأمة شو هو؟ تفريطنا في الفروض الكفائية. لأنه إحنا دائما عندنا سؤال، لماذا تأخر المسلمون ولماذا شو؟ تقدم غيرهم. الإنسان، أنا ذكرت لكم في الخطب أنه لازم الإنسان المسلم دائما عنده هم أنه إحنا لازم ننهض، كلنا ننهض كأمة، ما نظل بذيل الأمم قبلانين، والله آي بصلي وبصوم وبزكي ومفكر حالي أن نهار القيامة رح أخذ الأجر بدون شيء ببلاش يعني. لا، إذا ما ارتقينا كلنا كأمة وأصبحنا أعزة سنحاسب أمام الله عن هذا الشيء. يعني رب العالمين برأيك نهار القيامة رح يحطنا مع الصحابة بنفس الصف؟ ليش لا؟
لأن الصحابة إضافة إلى تطبيقهم للفروض العينية بشكل صحيح طبقوا الفروض الكفائية بشكل صحيح، فعزوا كأمة. إحنا طبقنا الفروض العينية بس وين فرطنا؟ في الفروض الكفائية. فهمانين هاي الفكرة؟ ننتقل على اللي وراها. قال كل واحد من القسمين يعني الفروض العينية والفروض الكفائية ينقسم إلى قسمين، فروض علمية وفروض عملية. يعني فرض العين في عندنا فرض عين علمي وفرض عين عملي، وفرض الكفاية في عندنا فرض كفاية علمي وفرض كفاية عملي. أضرب لك مثال حتى نفهم. الصلاة شو حكمها؟ فرض شو؟ فرض عين، صح؟ قال الصلاة فيها قسمين، فرض عين علمي وهو تعلم أحكام الصلاة، إنك تجلس لعند إنسان يعلمك إنه الصلاة تستقبل القبلة، طبعا قبل الصلاة في طهارة في وضوء كذا، الأحكام هاي أنت لحتى تتعلمها شو اسمها؟ فرض عين علمي. خلصنا فرض العين العلمي، تعلمنا شلون نصلي. هسه في ناس كثير، هسه في ناس كثير بالمجتمع محقق فرض العين العلمي، بيعرف يصلي، بس وين مفرط؟ بفرض العين العملي. إذا في قسم ثاني فرض عين عملي، شو هو؟ الفرض العين العلمي تعلم أحكام الصلاة، فرض العين العلمي العملي شو هو؟ أداء الصلاة، أن تأتي إلى المسجد أو في البيت أو في المعمل أو في المحل وتتوجه إلى تطبق ما تعلمته. إذا هذا شو اسمه؟ فرض عين عملي. هذا فرض عين مفهوم. كل فرض عين نفس المبدأ. الصيام في عندنا فرض عين علمي هو تعلم أحكام الصيام، وفي عندنا فرض عين عملي شو هو؟ أن تطبق هذا الصيام، أن تصوم. أقص على هذا الشيء الكثير. الفروض الكفائية، من أمثلة الفروض الكفائية الطب مثلا. الطب فرض شو؟ فرض كفاية، له قسمين، فرض كفاية علمي وهو شو؟ تعلم أحكام الطب، تعرف شلون تعالج المرضى. وفي عندنا فرض كفاية شو؟ عملي، شو هو؟ أن نمارس ونطبق ونطبب المرضى ونعالجهم. ففهمناها هاي شو معنى كل فرض عين وكل فرض كفاية ينقسم إلى قسمين، علمي وشو؟ وعملي. النقطة الثالثة قال المطالبة بالفروض العينية والفروض الكفائية، يعني الشريعة تطالبنا بفروض، صح؟ قال تختلف من شخص إلى شخص، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. شلون؟ قال الفروض العينية المطلوبة من الإنسان مثلا في تزكية نفسه، لما يكون الإنسان موجود في بيئة محافظة ملتزمة، غير الفروض العينية التي يطالب بها لما يكون موجود في بيئة منحلة متفلتة. برأيك المطلوب منا في تزكية أنفسنا مثل المطلوب من أخوتنا اللي هاجروا على ألمانيا وهولندا وأمريكا؟ بيختلف الوضع. المطلوب منهم لتزكية أنفسهم أكثر بكثير في جوانب منا. بدي أسألك سؤال، الفروض العينية المطالبين بها أن نزكي أنفسنا من جهة مادية أكثر منهم، لأن هم مرتاحين ماديا. يعني إحنا دائما شو نقول؟ هم محتاجين أكثر مننا، هم محتاجين أكثر مننا بالأمور الأخلاقية، بس إحنا محتاجين نزكي أنفسنا بالأمور المادية أكثر، لأن هم مريحين أنفسهم بهالمسألة. تمام؟ إذا لما اختلفت البيئة اختلفت شو؟ الفروض. أيضا من عصر إلى عصر. قال برأيك الفروض الكفائية المطلوبة منا مثلا فروض الطب والدفاع عن البلاد وقضاء حوائج الناس في عصر الذرة وعصر الطيران وعصر الفضاء، مثل ما كان يطالب به مثلا الصحابة سنة 600 و700 ميلادي، مثلها اختلفت الأمور. لما كانوا يتقاتلون على الأحصنة وبالسيوف شيء، ولما اليوم البشرية تتقاتل بالنووي وبالذر وبالكهرومغناطيسي شيء آخر. لما كانوا يتعالجون بأعشاب بدائية بسيطة وبالكي فقط، غير لما اليوم صار في عندنا غرف عمليات وفي عندنا عقامة وفي عندنا نظافة وما شابه ذلك. فإذا اختلفت الفروض الكفائية من عصر إلى عصر، من بيئة إلى بيئة، من زمان إلى زمان، وشو؟ ومن أشخاص إلى أشخاص. الفروض العينية التي يطالب بها الضعيف غير الفروض العينية التي يطالب بها شو؟ القوي. مفهومات هذول؟ شوفوا إذا فهمنا هاي المقدمة راح نفوت على فروض العين والكفاية بشكل جميل، وإذا فهمنا فروض العين والكفاية تقريبا راح نفهم خريطة عملنا في الحياة. فمصحصحين؟ نوقف ولا نكمل هالخمس ست دقائق هذول؟ شو؟ كمل.
أكمل. شو تعرف فرض العين؟ قال فرض العين هو فرض على الأشخاص بأعيانهم لا يسقط عنهم، أنا اللي بدي أنقلها حتى بالحرف، لا يسقط عنهم بقيام الغير، وواجب على أحد المكلفين. يمكن شوي هو فرض يلزم كل شخص من المكلفين لا يسقط عنهم بقيام غيرهم به، وهو ملزم لهم جميعا. راح أشرح هذا. قال فرض العين يطالب به كل مسلم بمفرده، ووجوبه يشمل الجميع من أصغر مسلم لأكبر مسلم. ولو قام كل المسلمين كلهم، ها قديش في مسلمين اليوم بالكرة الأرضية؟ 2 مليار. أخي 2 مليار إلا واحد قاموا بفرض العين، واحد ما قامش فيه، بيأثم ولا ما بيأثم؟ بيأثم، ما بيسقط عنه. عرفنا شو يعني؟ يعني فرض العين بمعنى آخر أخي ما إلك مهرب منه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، بدك تنفذ أخي، وإذا ما نفذت سشو؟ ستحاسب. طبعا الآن ما هي فروض العين بشكل إجمالي؟ إذا بدنا نحصي فروض العين الأمر طويل، بس أنا راح أعطيكم إياها بشكل إجمالي 3 فئات. لكن قبل ما أذكرها بدي نفهم شغلة. فروض الكفاية أوسع وأكبر بكثير من فروض العين، هاي لازم نفهمها. يعني فروض العين محدودة، لكن فروض الكفاية كثيرة جدا 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 فوق أن تتصور. يعني ربما نحصي 100 فرض عين، لكن ربما نحصي 100,000 فرض كفاية تطالب بها الأمة. هذا لازم نفهمها. شو هي فروض العين بشكل إجمالي؟ قال أول شيء معرفة الله وتوحيده. لازم الإنسان يعرف الله عز وجل. هل يعفى واحد منا الحاضرين من معرفة الله؟ أنه خلص أنت ما فيش داعي تعرف الله عز وجل بصفاته وأسمائه وأفعاله، هل يعفى؟ لا، كل واحد صغير وكبير يجب أن يعرف الله عز وجل وأن يوحد الله عز وجل. قال 2 أركان الإسلام، الصلاة، إذا ألحقنا الشهادتين طبعا بالقسم الأول، أو أن نلحقهن بالأركان، الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. لو حج المسلمون كلهم وفي واحد ملك زادا وراحلة واستطاع الوصول إلى البيت الحرام وما حج، هل يسقط عنه ذلك الشيء؟ فرض عين. إذن معرفة الله وتوحيده، أركان الإسلام، القسم الثالث تزكية النفس، أن يزكي الإنسان نفسه، قد أفلح من زكاها. ما منقول هذا فريضة إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لا، هذه فرض عين تزكية النفس. إذن هذه الأقسام الإجمالية، تحت كل قسم تندرج فروض عينية شو عديدة، لعلنا إن شاء الله نأتي عليها أولا بأول. قال شو مقصود الشريعة من فرض العين؟ تعرفوا شو المقصود الأساسي من فرض العين؟ شوفوا، قال لفروض العين مصلحة تتكرر بتكرر فعل هذا الفرض. شلون يعني؟ يعني كل مرة أنت بتسوي فرض العين بتنال فائدة، بتنال تربية، ترتفع مقامك عند الله عز وجل. مثلا الصلاة بالقرآن الكريم، وهي شو؟ صلاة فرض شو؟ فرض عين. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى الإنسان مرة نهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر كم مرة؟ مرة. طب إذا كرر الصلاة نهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر 2، إذا كرر الصلاة نهته، إذن كل مرة يصلي تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فهذه المصلحة والفائدة تتكرر شو؟ كلما فعله المسلم. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم شو؟ تتقون. حصول التقوى بسبب الصيام، إذا صام الإنسان يوم نال التقوى يوم، إذا صام أسبوع نالها أسبوع، فكل مرة كرر فيها الصيام تكرر له فيها شو؟ التقوى. هاي إحنا ضربنا أمثلة على الفروض العينية. قال بخلاف الفروض الكفائية، الفروض الكفائية قال لك لا، لا تتكرر فيها المصلحة. مثل شو مثلا؟ أضرب لك مثال من فروض الكفاية، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة شو حكمها؟ شو معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. يعني إذا 10-15 واحد صلوا الجنازة على شخص سقط الإثم عن شو؟ عن الباقين، وحصلت الفضيلة وخالصين قولات هاي، وقامتوا خالصين، يعني لو إيش نسوي مشاكل وإيش نسوي شوشرة، خلاص
زلمة روح اللي مشكلة فرض الكفاية تبعك اللي مفرط فيها صار لك 50-60 سنة، صح؟ روح ركز على فرض العين، هون اللي هذا. اثنين أخي، مثلا إنقاذ غريق، إحنا الآن 50 واحد، شفنا واحد غرق، شو حكم إنقاذ الغريق بحقنا؟ فرض كفاية. إذا واحد سبع راح زت حاله وأنقذوا سقط الإثم عن 49 اللي ظلوا. بس إذا ما واحد راح شو بصير؟ 50 آثمين، فهمناها؟ قال إذا راح أبو جبريل أنقذوا، في فائدة أرجع أني أغرقوا وأروح أنقذوا، في فائدة يرجع أبو محمد يغرقوا ويرجع ينقذوا، خلاص حصل شو؟ حصل المقصود. أيوة. التطبيب أخي، إذا كان عندنا مريض، لو شو وقفت بدك تطلع الكاميرا، تعال وقف. إذا كان عندنا مريض أخي وراح دكتور من هالدكاترة عالجه، خالصين تحققت المصلحة، شو في المريض؟ ضروري كل دكاترة الكرة الأرضية يرجعوا لعنده حتى يعالجوه. إذا لا تتكرر المصلحة بتكرر الفرض في فرض الكفاية. أخي الدفاع الآن حماية البلد، اليوم مثلا أضرب لك مثال، اليوم تنظيف البلد كبلد فرض عين ولا كفاية؟ فرض كفاية. إذا هسه اتصدوا 10 قالوا لك إحنا بدنا نشيل هالمسألة بدنا ننظف البلد، سقط الإثم عن 50 ألف. طب الآن ما في حد سوى هالشغلة، أكم واحد آثمين؟ 50 ألف. مصيبة. الدفاع حماية البلد من الحرامية واللصوص والسراق والمعتدين، إذا أخي 50-60 واحد جهاز محدد حمل بلد دافع عنها، هل يلزم كل واحد أن يدافع عنها؟ لا، فرض كفاية. فإذا 50 حققوا هالمهمة، ما في داعي واحد مثلا أخي عايف خلقته ومعارف يشيل السلاح ومعارف يشيل، طبعا ضمن إطار قانوني أنا بحكي حتى نفهم، ما في داعي أخي تروح تسوي لحالك أبو زيد، خلاص 50 واحد سووها مش الحال، في ترتيب وتنظيم لهذه المسألة. وقيس على هذا الشيء الكثير أخي وجود 5-6 سوبر ماركتات بالبلد، فرض شو؟ فرض كفاية لتحقيق حاجات الناس، ما فيش داعي كل البلد تقلب على الشغلة هاي. وين بدنا نفهمها؟ شوفوها انه اليوم كل الطلاب بدها تصير شو؟ دكاترة. طب يا اخي صار عندنا 1000 دكتور و100 الف و500 الف، وبعدين ففي فروض كفائية مليانة ما في حدا عم يلتفت لها، بدنا شغيلة باطون، وبدنا شغلات كثير. تمام. الان في تدخلات مهمة بس بدي اذكرها واختم فيها، مطولين لانه راح صار 15 مو. شوفوا احيانا بفعل بيكون نفسه من جهه فرض عين ومن جهه فرض كفايه، شلون؟ هي سميتها تداخلات مهمه يجب ان نفهمها. قال اسا احنا شو قلنا؟ تنظيف البلد شو فرض شو؟ عدم التوسيخ فرض عين ولا فرض كفايه؟ فرض عين. انه الانسان ما يوسخ هذا شو فرض؟ يعني لو اخي كل البلد وسخت واحد ما وسخ ما في اشكال ينجو، ولو كل البلد نظفت واحد يجي شو قال رمى كيس زبالة أخي في الشارع وقال يلا يا زميل بدأ توقف علي، ما هو كل البلد نظيفين غير أني، شو منقول له؟ وقعت وما حد يسمى عليك، فرض عين. لكن تنظيف البلد شو حكمه؟ فرض كفاية. إذن عدم التوسيخ فرض عين، تنظيف البلد شو؟ فرض كفاية. اثنين، رفع الجهل عن النفس شو حكمه؟ فرض عين. تعليم الجاهلين شو حكمه؟ فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لذلك لاحظوا البلد اللي ما فيها دروس علم وما فيها تعليم هذه شو؟ يأثم أهل البلد كلهم. نقطة ثالثة، المحافظة على صحتك، إنه الإنسان يحافظ على صحة نفسه، فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. طب تطبيب المرضى شو حكمه؟ فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فهمناها هذولا لفرض العين يعني استكمالات. والله إنه ظل معليش خلونا نكمل مشان ما نعطي درس سفين. النهاية، فروض العين غالبا قاصر أثرها على الشخص، بينما فروض الكفاية متعدية. تمام. يعني شوف أنت الصلاة غالبا أثرها يقتصر على شو؟ على النفس. لكن شو اللي بيتعدى للآخرين؟ شو اللي بيصل للآخرين؟ قالوا آثار فروض العين. يعني الصلاة إذا آثارها وجدت نهت عن الفحشاء والمنكر،
انتقلت إلى الآخرين. الصيام إذا حصل الإنسان من وراءه تقوى انتقل إلى الآخرين، تمام؟ ففروض العين في الغالب آثارها قاصرة على نفس الإنسان. طبعا فرض العين قد يكون ديني وقد يكون حياتي. ديني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، حياتي مثل شو؟ مثل كف الأذى، مثل عدم التوسيخ، مثل المحافظة على صحة بدن الإنسان، مثل الوفاء بالعهد، مثل سداد الدين. هذا كله فرض عين. أنت إذا عليك دين فرض عليك أنك تسد الدين، هذا اسمه شو؟ فرض عين حياتي. النقطة الأخيرة، نقول فروض العين متفاوتة الأهمية، ليست كلها على نفس الدرجة، عشان ما نفهم أن هي درجة واحدة. فعندك مثلا من فروض العين الصلاة. الصلاة أهم ولا الصيام؟ الصلاة. حتى الصلاة، صلاة الفجر مثل غيرها. فشو الفكرة؟ فروض العين متفاوتة الأهمية وليست على درجة واحدة. إلى هذا نصل إلى الختام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.